او بتعمل للنت كوندكشن بلوك او بتعمل الماسكلر ديزيز او بتعمل النيو ماسكلر جنكشن او النيو ماسكلر ايه جنكشن. دول احنا بنبص عليهم. اي حاجه ثانيه مش تبعها. اي حاجه ثانيه ايه في الاي دي اكس او في النيرف كوندكشن مش تبعها. زي ما قلت النيوروباثي زي ما الزون النص يا اما ايه دي مايليشن. طيب الزون النص ده بعد فيزيكال ديسربشن خلاص او بتحصل عندك توكسيك انجري ميتابوليك جينيتك ده في الزون النص. طب الدي مايليشن بتشوفه ايه؟ نص او ديسفانكشن في المايليشن خلاص. ده الزون النص وده ايه؟ الدي مايليشن. ازاي نفرق بينهم؟ بتقول تعالى نبص على الكلام ده. برايمري اب نورماليتي او برايمري ساينس تمام للاكسون النص الامبليتود خلاص. هتلاقي الامبليتود بيحصل له ايه؟ بينز. الامبليتود هو اللي ايه؟ بينز. وبتلاقي الليتنس خلاص والديوريشن نورمال او لو نزل حاجه من ايه؟ فيري سلايد حاجه غريبه خالص تمام. ونقول عليهم نورمال يبقى الامبليتود هو اللي بينزل خلاص لكن الديوريشن والليتنس ايه؟ نور ستيل ايه نورمال. انا سالتكم سؤال المره اللي فاتت بتاع بقى ايه؟ ليه انا بعمل في الاكزون النص او في النيرف انجن بعمل النيرف كوندكشن بعد 3 4 ايام صح؟ واكيد شرح في السكاشن اللي انت بتشرحها فين؟ في السكاشن. عشان ايه بقى؟ بنسميه موليريان ديجنريشن خلاص. عشان ايه؟ ديجنريشن. طيب بصوا كده الصوره دي ملخصه لك كل حاجه خلاص. لو بصيت اول حاجه فوق ده النورمال ده ايه؟ النورمال ديستال خلاص. وبعد كده ايه؟ البروكس. وبعد كده مين؟ البروكس. ما قلنا التيمورال ديسبشن طبيعي جدا بيحصل ليه تنزيل في البروكس من ايه؟ ستيمولس عشان المسافه عندك ايه؟ بتزيد خلاص. جينا بعد كده بص كده ايه اللي حصل في الامبليتيود؟ جد لكن الليتنسي سليم صح؟ الديوريشن تحت الكيرف زي ما هي خلاص. فلما تلاقي الامبليتود بالشكل ده لسه البروكس ده معناه ايه؟ اكزونا النص. اكزونا الايه؟ نص. طيب بص لي كده على الصوره دي اللي تحت بص الكيرف الليتنسي بقى فين؟ خلاص بص لتحت الليتنسي بقى فين؟ ده معناه ايه بقى؟ دي مايليشن. الامبليتود هنا تقريبا ايه؟ سليم او قل بس ايه؟ حاجه بسيطه جدا. فانا دايما لما ابص على الكيرف عين على الامبليتود. الامبليتود سليم خلاص اروح بص على مين؟ على الديوريشن. طب ايه الامبليتود ايه؟ نازل خلاص والديوريشن سليمه اجزم النص خلاص. دي الامبليتود شبه نورمال والليتنسي هو اللي ايه؟ اللي فيه مشكله يبقى ده ايه؟ دي مايجريشن. ده دي ايه؟ مايجريشن. طيب رحت جيت عملت التست لقيته سليم خلاص. وجيت عملت البروكس لقيته ايه؟ بالشكل ده كوندكشن بلوك. كوندكشن ايه؟ بلوك خلاص. ده معناه ان في نقطه ما بين التست والبروكس ما استيمس فيها ايه؟ بلوك او فيها كومبريشن خلاص. ده معنى كوندكشن بلوك. فلما تيجي تبص او لما تيجي تقيم دول يبقوا في دماغك. امبليتيود قليل الدكتور ده هتزول ايه؟ بلس. الليتنسي او الديوريشن هو قليلين والامبليتيود سليم ده دي مايليشن خلاص؟ طيب بصيت على الصوره دي خلاص اللي تحت لقيتها ظاهره قدامي. لقيتها ايه؟ ظاهره قدامي خلاص؟ واكيد الدكاتره في السكاشن هقول لكم في حاجه اسمها ايه؟ سودو كوندكشن بلوك. وده اللي بنشوفه فين احنا؟ بالاكيوت اكزونا لوس. بالاكيوت اكزونا ايه؟ لوس اللي هو الماليريان ديجنريشن. نجيب له صوره كده. بصوا الصوره دي كده. ده الاكزون سليم صح؟ الاكزون ايه؟ سليم. والناحيه الثانيه على الاكزون حصل له ايه؟ انجن. حصل له انجن. قال لك الجزء اللي تحت ده بيقعد عايش من 3 لـ 5 ايام. من 3 لـ 5 ايه؟ ايام او من 3 لـ 4 ايام. يعني ايه عايش؟ يعني بياخد ستيمولس ويدي ريسبونس. بياخد ستيمولس ويدي ريسبونس. عشان كده لو اشتغلت خلاص هتلاقي الديستال سليم والبروكسيمال هو اللي فيه مشكله. هتعمل هنا ستيمولس في الديستال وتسكن ده ريكوردنج هتلاقي بتيجي ايه؟ كويس.
فبتيجي تشتغل فوق هتلاقي عندك ايه؟ الامبلتيود بيقل، فانت يقول لك ايه؟ ده كونداكشن بلوك، لان اللي فوق سليم واللي تحت هو اللي تحت سليم واللي فوق فيه مشكله. خلاص الديستا السيستم والاسيستيتيك ريكوردنج سليم والبروكسمال ما بتديش صح، فده ايه؟ نقول كونداكشن بلوك. طيب دايما تسال العيال انت اتخبطت امتى؟ او حصل مشكله حصلت معاك امتى؟ الشوكه بدات يقول لك من يومين ثلاثه. ده سودو ايه؟ كونداكشن بلوك، تصبر عليه اربع خمس ايام اسبوع وتروح عامل له ايه؟ تيست تاني. لقينا اداك نفس القراءه يبقى ده كونداكشن بلوك. لا القراءه دي بروكسيمال ديستا بدات ايه؟ تقل، يبقى ده ايه؟ اكزون اللصق، وده الفتره اللي حصل فيها ديجنريشن في بقيه الاكزون المقطوع. خلاص حصل له ده كومبليت ديستروي او كومبليت ديجنريشن. خلاص؟ فده اللي بنسميه السودو كونداكشن بلوك، وبيظهر في الاكيوت اكزون اللصق او الاكيوت اكزون انجري. خلاص؟ وده بياخد معاك من ثلاث لخمس ايام على حسب مين اللي فيه مشكله. نلخص القصه، ابزور سليجن معناها امبليتيود ديكريز، ديوريشن ليتنسي نورمال. خلاص ديوريشن ليتنسي ايه؟ نورمال. في مشكله كده ده ابزور اللص. طيب وده بيشرح لك ايه ده دي جينيريشن. خلاص قال لك في الموتور بيحصل ايه؟ بدري من ثلاث خمس ايام، السنسور بيتاخر معاك من 6 ل 10 ايام. ده السودو كونداكشن بلوك واتكلمنا عنه. نيجي للدي مايليشن، نيجي لمين؟ للدي مايليشن. احنا قلنا وظيفه المايليشن في الحياه خلاص اللي هو بيديك ايه؟ الساتاتوري موفمنت، بيدي الساتاتوري ايه؟ موفمنت. قلنا هو اصلا عباره عن ديب الاوفات، فهو عادي فبالتالي ما بيوصلش، فبتضطر تعمل ايه؟ الجامب. خلاص فهو مسؤول عن الجلوس، مسؤول على ايه؟ على الجلوس. طب لما يتاثر المايليشن خلاص الاكسون جوه سليم، بس مين اللي ضرب عندك؟ المايليت. فمين اللي هيتاثر؟ الامبليتود سليم خلاص، انا بدي واديني ريسبونس، بس سرعه الريسبونس اللي هيحصل لها ايه؟ تاثر. واللي هيحصل فيها تاثر. فدايما لما تيجي تبص عليه هتلاقي دي مايليشن بيحصل مار كده لو الكوندكشن فيلوستي اقل من 75%، اقل من 75%. تمام؟ طيب مارك برولنجيشن في مين؟ في الديستنت ليدرز اكثر من 130%، اكثر من 130 ايه؟ في المية. ده معناه دي مايليشن، ده معناه ايه؟ دي مايليشن. واحنا قلنا دي مايليشن بيحصل له ايه؟ خلاص بيتصلح، خلاص بيبدا ايه؟ يتصلح. انا عشان كده ببدا اعمله ايه؟ صوره دوليه تست واشوف، هتلاقي كل مره تلاقي دي ايه؟ احسن من الاول، احسن من الاول، احسن من الاول. على عكس مين؟ الاكزون النص، الاكزون النص هيفضل معاك ايه؟ ثابت الا ما يحصل له كمان ايه؟ الموضوع يبدا يشوف اكتر. طيب تبقى ده خلاص لخص لك الفرق بين الاكزون النص والدي ايه؟ مايجنيشن. خلاص؟ امبليتيود الاكزون النص ديكريز، دي مايجنيشن خلاص نورمال، ولو قل هيقل حاجه ايه؟ هينفجر تاني. كونداكشن فيلوستي الاكزون النص سليمه، ولو قلت هتبقى فيري مايل. تمام؟ هنا سيجنفكت ايه؟ سلو، سيجنفكت ايه؟ سلو. ديستنتنسي هتلاقي برضه ايه؟ الاكزون النص سليمه، وهنا هتلاقي ايه؟ سيجنفكت برولونجيشن، سيجنفكت ايه؟ برولونجيشن. بس كلام يا بابا، بس يا بابا. بص قدامك. كونداكشن بلوك. وعلى فكره من اكثر الحاجات المحيره في الحياه ايه؟ تعبنا الاسسمنت كونداكشن بلوك. ليه بقى؟ خصوصا لو كانت حاجه بروكسما زي السيرفيكال ريب مثلا. حاجه زي ايه؟ السيرفيكال ريب. طيب بتيجي لك حاله بتلاقي عندها قطع في مين؟ سينر في الهيبوسينر او في الاثنين. تمام؟ طيب تعرف تبدا تعمل كونداكشن باللوك بتاعتك او تعمل كونداكشن عند الريست سليم، عند الالبو سليم، عند الايرث بوينت ايه؟ سليم. لو المشكله جايه من فين؟ من فوق. جايه من فين؟ من فوق، بس مش من الروت. بس مش من فين؟ مش من الروت. خلاص دي جايه بعد ما طلع النير من الروت، بس مطلوب عند السيرفيكال مثلا.
وتبدا الناس تبدا تلف 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 خلاص وتلاقي طبعا احنا وخدوا بالكم ده بيعتمد على مين؟ على الاكزامينر. بيعتمد على مين؟ على الاكزامينر. عشان كده لما نقول على حاجه ممكن في دكاتره تطلبها من مره واثنين وثلاثه في اماكن ايه؟ مختلفه. خلاص؟ لكن الناس ما بتتعبش نفسها عشان تكون شاطر. وعندك ممكن ده موقف. يعني مش عايز اقول له مره ممكن تقعد معاه ثلاث ساعات. لو حاله جايه لك ايه؟ فيها كذا مشكله. تبدا ماشي معاها واحده 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 لغايه لما تلاقي التقرير بتاعك على 15 20 واحد. تمام؟ لغايه لما توصل بقى ليه؟ الديفنت دايجنوز او الديفنت اسسمنت هتوصل له. في ناس ما بتعبش نفسها كده هو لطشه 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 وما عندوش وقت. خلاص؟ فعشان كده لو حد مثلا هيدخل سيرجي على القصه دي او هيعمل حاجه ارجنت يطلب ايه؟ ممكن كذا مكان او هو واثق في حد نت النت فيبعتوا له ايه؟ دايما. طب ما تقدرش تقول زي ما بقول لكم حاجه من الحاجات المتعبه بالنسبه لك انت عايز تحدد مكان الايه؟ كومبريشن. خلاص؟ ومكان الكومبريشن لو جينا بصينا كده على الصوره دي مثلا جيت انت عملت مثلا خدنا الميديان رحت عملت ايه؟ ريست البو. عملت ايه؟ ريست البو. تمام؟ جيت عملت الريست ايتو سليم. جيت عملت الريست ايتو ايه؟ سليم. عملت البو لقيته متاثر يبقى الكوندكشن بلوك فين؟ بين تو ستيمولس. تمام؟ طيب جيت عملت الريست لقيته ايه؟ سليم. عملت الالبو سليم خلاص بس انت عندك ايه؟ صار سمتم تحت موتور في اتروفي. اتروفي تعمل فين؟ الشولدر سليم. انت وصلت لحاجه؟ ما وصلتش لحاجه هتضطر تروح فين؟ عند السيرفيك. هتروح عند فين؟ عند السيرفيكال. خلاص؟ طيب جيت عملت لقيت اثنين متاثرين ديستال وبروكسي. خلاص ديستال وبروكسي ده ممكن يكون كوندكشن بلوك تحت الايه؟ الديستال. هتنزل عند مين؟ البال. هتنزل عند ايه؟ البال. والبال هتخبط هنا ايه؟ سنسوري. البال هتخبط ايه؟ سنسوري. خلاص؟ ان البال ما فيهوش ايه؟ موتور. خلاص؟ البال ما تخبط ايه؟ سنسوري. فعشان كده لازم تبدا موتور ولما في الموتور ما تظهرش معاك حاجه تروح لمين؟ للسنسوري. فدايما بنقول ابدا موتور ابدا موتور. ليه ابدا موتور؟ زي ما قلنا المره اللي فاتت عشان احدد السوبرا ماكسيمم ستيميوليشن عشان احدد مكان السايد بتاع مين؟ بتاع الاستومس والكلام ده كله وعشان برضه في حاجات هيفسرها للسنسوري. خلاص في حاجات في الموتور مش هتقراها فهتروح لمين؟ للسنسوري. لكن ما ينفعش عشان كده دايما يا جماعه لما تجي لك حاجه زي كده بتبص عليها موتور سنسوري اي ام جي موتور سنسوري بعمل الثلاثه. ليه بعمل الثلاثه؟ عشان اوصل في حاجات بيطلعها لي الموتور في حاجات بيديها لي السنسوري في حاجات بيديها لي ايه؟ الاي ام جي زي ما هنعرف بعد شويه. خلاص؟ فدايما النت كونفكشن انا عيني على الديستال والبروكسيمال بشوف المسافات انهي متاثر اكثر. طيب مايوبس ده كده دخلنا في مين؟ ماسكلر بروبلم. ماسكولار ايه؟ بروبلم. انا بالنسبه لي المصر لما اجي اشتغل عليه هلاقي حاجه في الافكشن في النيرف كوندكشن سنسور او موتور هو المصر بس المتاثره. خدوا بالكم انتوا وصلتكم الفكره. المشكله في مين؟ في المصر. لكن النيرف اتسلف سليم فانت هتعمل سنسوري وموتور هتلاقيهم ايه؟ سلام. خلاص؟ عشان كده بقول لك تروح عامل مين بقى؟ ام جي. عشان الام جي هو هيرفلكت لك مين؟ المصر. هو هيرفلكت المصر. طب حاله زي حالات مايوباسي احنا خدت مايوباسي ولسه؟ خدتوا محاضره ولسه؟ مايوباسي دايما بتلاقي مين بيتاثر معاك بروكسما ديستا بروكسما. خلاص؟ فلما تيجي تشتغل ام جي هتلاقي مين متاثر معاك؟ بروكسما المصر. الديستا المصر هتلاقيهم ايه؟ سلام. لسه مصر هتلاقيهم ايه؟ سلام. عشان كده انت تقول ايه؟ المؤمن كيس ايه؟ فطن ولا كيس قطن؟ كيس فطن صح؟ فدايما انت دماغك شغاله انت الحاله مش عندها صايد وسنس ومايبس صح كده؟ فلما تيجي تبدا ديستا بروكسما هبدا بروكسما هشوف بروكسما المصلس اخبارهم ايه؟ خلاص؟ واشوف بعد كده ديستا واشوف بعد كده ايه؟ الديستا كتكمله او كروتين للاكزامينيشن. لكن ما تبداش ديستا اللي هو تبدا ديستا هديك ايه؟
هديك نورمال صح كده؟ فانا دايما عايز ابص على مين؟ على الديستال. طبعا في حالات خلاص معينه بيبقى فيها النيرف متاثر وممكن الحلقه تجي لك حاله ميكسد، هي اصلا النيرف فيه مشاكل والمصل فيها ايه؟ مشاكل. النيرو ماسكا جنكشن يعني النيرو ماسكا جنكشن يعني عندك المشكله فين؟ في الجنكشن بين النيرف والمصل، وهتبقى يا اما دي سيناتك يا اما ايه؟ بوست سيناتك. لو بوست سينابتك في حاجه هتلاقي النيرف كوندكشن سليم خلاص. لو بص لو الاصابه بوست سينابتك مش هتلاقي ايه في مشكله، يعني النيرف خبط بعد ما دخل مين؟ المصل. فانت عندك بالنسبه لك كده كل الريفرال بتاع النيرف ايه؟ سليم. ده معناه بوست سينابتك. لو بوست سينابتك بري سينابتك هتلاقي عندك ايه؟ متاثر. هتلاقي عندك متاثر. نعمل كونكلوجن للكلام اللي احنا قلناه خلاص. انا بالنسبه لي عندي موتور خلاص اكشن بوتنشن، وعندي سنسوري ايه؟ اكشن بوتنشن خلاص. وقلنا الموتور هعمل له ريكوردنج من فين؟ من ماسلز خلاص. وقلنا السنسوري هعمل له من فين؟ من درماتوم. هعمل من فين؟ من درماتوم. فانا شغال لازم يكون عندي درماتوم وعندي مين؟ ميتوم خلاص. وعندنا عقلتون بس يا بابا، بس كلام واضح، بس يا بيش، بس يا بابا، بس يا زياد، بس يا حبيبي، بس يا بابا. هنوزع بلالين بعد كده خلاص. طيب انا لازم يكون عندي درماتوم، لازم يكون عندي ايه؟ مايوتوم تمام. طيب الحاجه الثانيه بالنسبه لي، انت وشغال يا شباب عينك على الكيرف. عينك على مين؟ على الكيرف اللي طالع خلاص. لازم اعرف الامبليتيود معناه ايه خلاص، لازم اعرف الدوريشن معناه ايه، لازم اعرف الليتنسي معناها ايه خلاص. لازم يكون عندي انا عارف الديستال خلاص، ويكون عندي كونسبت الديستانس بتوين الديستال والايه والبروكسيمال خلاص. طيب لازم يكون عندي البرنسبلز بتاعت الاستيميليشن. انا عارف ان انا بدي سوبر ماكسيمال ايه استيميليشن كده، ابدا ازود 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 لغايه لما اوصل ان هو خلاص مش جايب اكتر من كده تاني فين؟ بالموتور. والسنسي انا عارف محدود لغايه كام؟ 20. لغايه ايه؟ 20. ممكن ازود لو هو مش جايب معايا ايه؟ خلاص ببدا اشوف هل انا واقف صح ولا واقف غلط خلاص. عشان كده بنقول ابدا موتور، عشان الموتور تبدا فيه بايه؟ ب 40 و50. فهيحدد لك مكان مين؟ الاستيمولس. هيحدد لك مكان مين؟ الاستيمولس. وقلنا خد بالك انت لما بتعمل استيموليشن الاكشن بوتنشال مش بينزل لتحت بس، هو بينتشر على مين؟ على كل النيرف صح؟ بس انت بتعمل ريكوردنج من تحت. انت بتعمل ريكوردنج من فين؟ من تحت. عشان كده بتقول ايه؟ بتقرا لتحت واصله. لكن هو لما تخبط عند هنا عند الميدل عند الريست، هو الاكشن بوتنشال بينزل ويطلع، بينزل ويطلع خلاص. كانت دايما انت السريان بتاع الاكشن بوتنشال بيبقى كل ايه؟ كل النيرف. وعشان كده لما هناخد المحاضره الجايه دي في ويف، الويف في ويف انا هو هو مكان الاستمرار بس حاطط هعكس تمام الاتجاه، بدل ما كان انتي هخليه يرسو خلاص. وهبدا اشوف الاشاره بتروح وبترجع خلاص في وقت قد ايه. ده معنى الاف ويف، ده معنى احنا هناخدها ايه المحاضره الجايه والاتش ريفلكس خلاص. طيب عندك خمس حاجات بفرق بينهم بالنيرف كوندكشن: اكزونال لوس، دي مايلينيشن، كوندكشن بلوك، ماسكولار ديزيز او مايوباسي خلاص. طيب انا بالنسبه لي قلت الاكزونال لوس امبليتيود قليل، ديوريشن ليتنسي كويسين خلاص، دي مايلينيشن اعكس امبليتيود كويس، ديوريشن ليتنسي هم الايه قليلين تمام. كوندكشن بلوك بتلاقي واحد سليم غالبا بيبقى ديستال، وبروكسيمال تبقى فيه ايه مشكله خلاص. فدايما اقول انك بحدد كوندكشن بلوك ايه ده فين. المايوباسي او الماسكولار ديزيز ده كل النيرف كوندكشن سنسوري وموتور سلام، بس الاي ام جي لو هيتاثر خلاص، الاي ام جي لو هيبدا ايه يتاثر. واخر حاجه اللي هي ايه؟ نيو ماسكولار جنكشن، هشوف فيها بري سينابتك ولا بوست سينابتك، بري سينابتك ولا بوست ايه سينابتك. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب عايز محاضره حاجه بسيطه جدا ليك انت في البيت، روح النهارده خلاص وتعمل كومباريزون كده، بتقول خمس حاجات دول الورقه دي تحطها فين؟ في دماغك. ويا سلام لو ترسم كل كيرف بصوره، احنا هنرسمها خط كده الثاني خلاص. الاكزونال لوس هيبقى الكيرف شكله كذا، الدي مانيش الكيرف هيبقى شكله كذا خلاص. لكن لما تيجي تشتغل نهدى يا شباب
خلاص. ليه بقول لك كده؟ الكلام ده موجود على فكره لو كتبته هتلاقيه قدامك. بس كل والله بجد لو انت ما عملتوش بخط ايدك هتتنسي خلاص. انت عارف نطلع من المحاضره هنا حتى في كلام بدا ايه يقع، ولما تيجي تشتغل انت عينك بتبص على كذا حاجه، ففي حاجه هتبدا ايه تقع منك، فالورقه دي تخليها قدام عينيك كده خلاص. فاحنا كده خلصنا مين يا جماعه؟ الانتربريتيشن. بقينا بس المره الجايه الاتش ريفلكس والاف واي في الانتربريتيشن، وبعد كده نشتغل عامل زي ما احنا عايزين خلاص. بقى احنا نشتغل عملي زي ما احنا عايزين، صوره مكثفه خلاص، لدرجه مثلا ممكن ننسق مع بعض، بس يعني تبقى ايه، هنختار جروبس كده مثلا، نجيب كيسز تمام، ونبدا نوري الناس الاستيميشن ازاي خلاص. طبعا الكيسز عشان عددنا كبير، احنا لو حد بيعرف يعمل ميرنج على شاشه ولا حاجه، او ممكن نبدا نشتغلها ونبدا الناس ايه تصور فيديو ممكن نعرضه خلاص. فالفكره كلها الموضوع ده محتاج تركيز بس في الحاجات دي في انتربريتيشنز خلاص، تحطهم قدامك هم الخمس حاجات اللي تشتغل عليهم. في حاجات اديشنال مش وقتها، احنا بنتكلم في البيزك خلاص. وبعد كده ايه ده هتبدا تشتغل على موضوع ايه كتير خلاص. حد عنده اي اسئله كده؟ الموضوع ده السيستم في مشكله في الاكزون النصر دي مارينيشن والكونتاكشن بلوك والمايوباسي والنيرو ماسكولار جنكشن. انا خلصت كده.